المشاهدون الأكارم، سعدتم مساءً أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون الدولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. تخرج معلمين بالدراسات العليا. سيمينار للإريتريين في أستراليا لتقوية التنظيم. مكافحة الأمراض الوبائية في فرو. ألمانيا تلمح إلى سحب قواتها من مالي قبل 2024. صندوق النقد الدولي يتوقع نسب نمو اقتصادي عالمي أفضل من 2023. الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجريان تدريبات لمواجهة التهديدات النووية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. خرجت كلية إعداد المعلمين في أسمر اليوم 31 من يناير 57 معلما في الدراسات العليا لمدة عام. وأوضح عميد كلية إعداد المعلمين بالإنابة الدكتور يوناس مسفن أن 18 من المعلمين تلقوا الدراسة العليا في التربية والعلوم الاجتماعية، و30 في التربية والعلوم، و9 في التربية واللغة الإنجليزية في دراسة تنظم للمرة الرابعة. تقدم الكلية الدراسة للمعلمين القدامى والجدد في التربية وعلم النفس وإدارة الطلاب والفصل وأسلوب تدريس اللغات والعلوم الاجتماعية والطبيعية وإعداد الامتحانات والخطط التعليمية. وذكر تخريج 412 معلما بينهم 51 معلمة في الدراسات العليا في 4 دورات تدريسية، ويجري العمل لإدخال دراسة الماجستير قريبا. وأكد المتخرجون على أهمية الدراسة التي تلقوها للارتقاء بمهنة التعليم. عقد مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف إدريس صايق سيمينارا للإريتريين المقيمين في مختلف المدن الأسترالية بالحضور والفيديو الافتراضي حول تقوية التنظيم. وأوضح في السيمينارات التي عقدها من 22 وحتى 29 من يناير لأعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والجالية في مدن سيدني وبريسبن وبيرني وأدلايند وبيرز، أوضح الخلفية التاريخية وتطور نضال الشعب الإريتري من أجل الاستقلال وتحدياته. وشرح بالتفصيل العدائيات ومؤامرات الحظر التي وصلت إلى مستوى الغزو السافر خلال 30 سنة الماضية، والتصدي القوي الواعي الذي أبداه الشعب الإريتري في الداخل والمهجر. وقال إن المرحلة المبشرة التي دخلناها هي نتاج تصدي وصمود الحكومة والشعب، وعلى المواطنين أينما تواجدوا تقوية التنظيم والصفوف وتعزيز المساهمة ورفع الاستثمار في الشباب بهدف تنفيذ فاعل لمهام بناء الوطن. وأكد المواطنون على الاستعداد للارتقاء بالتصدي منادين لاستمرار مثل هذه اللقاءات. أفاد مكتب الصحة في مديرية فرو تحقيق نتائج مرضية من الجهود المبذولة بتعاون الكادر الصحي والشركاء لمكافحة الأمراض الوبائية. وأفاد المكتب في الاجتماع التقييمي الذي عقده لتقييم البرامج المنفذة من عام 2020 وحتى 2022، أفاد عن تنفيذ أعمال فاعلة لتقوية النقاط الصحية والسيطرة على الأمراض الوبائية وضمان صحة الأم والطفل ونظافة البيئة. وأشار التقرير المقدم إلى تقديم التطعيم ل15 نوعا من الأمراض وارتفاع الولادة في المؤسسات الصحية وتوسع نظافة البيئة، موضحا إثبات التحاليل المخبرية التي أجريت خلال السنوات الثلاث الماضية
ل 2743 مواطن إصابة شخصان فقط بفيروس HIV. وأوضح مسؤول المؤسسة الصحية في مديرية فور الممرض مرهاوي حادقو بأن التطعيم ضد سرطان عنق الرحم بلغ 63% وازدياد رعاية الأمومة والطفولة. وذكر ظهور 3 أمراض تنتقل من الحيوان إلى الإنسان في المديرية وتم السيطرة عليها بتضافر جهود الكادر الصحي، داعيا المواطنين لتوخي الحذر من الألبان غير المبسترة واللحوم غير المطهوة جيدا، مشيدا بدور الكادر الصحي الجوال لمكافحة مرض الملاريا. ودعا الاجتماع للاهتمام بقلة سيارات الإسعاف وزيادة الكادر الصحي الجوال في المناطق البعيدة قيام الاتحاد الوطني للمرأة بالمتابعة الجادة لولادة الحوامل في المؤسسات الصحية والتوعية بالأمراض المعدية. قيم مكتب سلطة الغابات والحياة البرية في الإقليم الأوسط أنشطة التشجير التي جرت في مايدمنة ضمن حملة التنمية الخضراء. شارك في التعيين الذي جرى في 31 يناير، ويشمل زيادة للموقع ممثلي 42 مؤسسة. وأوضح مسؤول المكتب السيد أبراهام تخلو أن برنامج التنمية الخضراء الذي بدأه قلة من العمال الطوعيين في مختلف المؤسسات عام 2020 توسع تدريجيا لتشارك فيه 43 مؤسسة. وقال إن الأراضي المشجرة بلغت حوالي 180 هكتار، غرست فيها في السنتين الماضيتين حوالي 450 ألف شجرة بمختلف أنواع الأشجار، نمت منها نسبة حوالي 92%. وذكر خبير التشجير والحياة البرية سيد مكيل أن الحملة خلقت تأثيرا إيجابيا في الحياة البرية. وأكد المشاركون على تعزيز المساهمة في التشجير والرعاية والحراسة منادين للاهتمام بأدوات العمل وخدمات النقل. ودعا المدير العام لسلطة الغابات والحياة البرية العقيد كنفي هابتوم القيام بالرعاية الجيدة للأشجار المغروسة والاستعداد الكافي للتنمية الموسعة مستقبلا. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الارتيا، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم على الصعيد العالمي. قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن إبقاء جنود ألمان في مالي حتى مايو 2024 لا معنى له في ظل الظروف الحالية، لأن القوات لا تستطيع تأدية مهامها هناك، معتبرا أن المهمة مضيعة للوقت والمال. وعرب بيستوريوس الذي تسلم منصبه قبل 12 يوما عن شكوكه بشأن قدرة القوات الألمانية على الوفاء بالتزاماتها في إطار بعثة مينوسما للحفظ السلامي في مالي التي تواجه منذ عام 2021 أزمة خطيرة متعددة الأبعاد. وتقول البعثة التي أنشئت عام 2013 للمساعدة في استقرار الدولة المهددة بالسقوط جراء تمرد جهادي وحماية المدنيين من بين مهمات أخرى، إن القيود التي فرضها المجلس العسكري الذي تولى السلطة عام 2020 أعاقتها في مهمتها. ويتوقع أن يصدر قرارا بشأن الفترة التي ستبقى فيها القوات الألمانية في مالي في مايو. وخلال زيارة لبوماكو منتصف ديسمبر، أعربت سلف بيستوريوس كريستان لامبرخت عن قلقها بشأن وضع حوالي 1100 جندي ألماني منتشرين في هذا البلد. رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في 2023 مع صمود الاقتصاد العالمي بصورة أفضل مما كان مرتقبا بوجه الصدمات المتتالية وتبدد مخاطر الركود في عدد من الدول، فيما يبعث رفع القيود الصحية الصارمة في الصين أملا في مزيد من الانتعاش.
ويبدو أن التباطؤ سيكون أقل مما كان مرتقبا في عدد من الاقتصادات المتطورة، وخصوصا في الولايات المتحدة التي ستسجل نموا بنسبة 1.4% في 2023 بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن أرقام أكتوبر. وتبدي المحركات الثلاث للاقتصاد العالمي مؤشرات صمود واضحة لأسباب مختلفة، غير أن المملكة المتحدة ستشكل استثناء، إذ يتوقع أن تكون الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي ستسجل ركودا هذه السنة، مع تراجع إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 0.6%، أي بانخفاض 0.9 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر. في المقابل، قد لا يطال الانكماش روسيا بالرغم من العقوبات الدولية، مع توقع نمو في ارتفاع طفيف بنسبة 0.3% سيتسارع في 2024 إلى 0.2%. اتفق وزير الدفاع الامريكي لوبيد اونستن ونظيره الكوري الجنوبي لي جونغ في اعقاب محادثات جمعتهما في العاصمه الكوريا الجنوبيه، اتفقا على مراجعه استراتيجيه الردع بشان تهديدات كوريا الشماليه. ووصل أوستن إلى سول لإجراء محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي في وقت تسعى فيه واشنطن لطمأنة الحليف الآسيوي بشأن التزامها النووي في ظل التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية. وأفاد بيان مشترك أن أوستن وجونغ الصواب تعهدا بتوسيع مستوى ونطاق التدريبات العسكرية المشتركة. وقال الوزير الأمريكي إن بلاده وكوريا الجنوبية ستجريان تدريبات نظرية ذات سيناريوهات معقدة تركز على الردع ضد التهديدات النووية. وتصاعد التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد العام الماضي بعدما أجرت بيونغ يانغ سلسلة تجارب صاروخية في خرق العقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي متطور عابر للقارات. الخبر الأخير في هذه النشرة، أفادت سلطات مدغشقر بأن عاصفة شينينيو المدارية التي ضربت شمال شرق البلاد تسببت في مقتل 27 شخصا وتضر ما يقرب من 35 ألف آخرين واعتبار 21 شخصا في أعداد المفقودين. وأضافت أن الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة بسبب العاصفة المدارية غمرت أكثر من 23,600 منزلا، فيما دمرت 500 منزلا آخر على الأقل، وتعرضت البنية التحتية من طرق وجسور ومرافق صحية ومدارس لأضرار بالغة. وأوضحت السلطات في تقرير لها عن الكارثة نقلته صحف محلية أن الرعاية الصحية في المناطق المنكوبة باتت أكثر صعوبة بسبب تدمير وتضرر حوالي 20 منشأة صحية. تجدر الإشارة إلى أن العاصفة الاستوائية آنا في يناير 2022 تسببت في مقتل أكثر من 80 شخصا في مدغشقر وموزمبيق وملاوي. في نهاية هذه النشرة نذكر بأبرز العناوين. تخريج معلمين بالدراسات العليا. سيمينار للإرتيين في أستراليا لتقوية التنظيم. مكافحة الأمراض الوبائية في فوروم. ألمانيا تلمح إلى سحب قواتها من مالي قبل 2022. صندوق النقد الدولي يتوقع نسب نمو اقتصادي عالمي أفضل في 2023. الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجريان تدريبات لمواجهة التهديدات النووية.
سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.